قصة الطفل ريان بتتعاد تاني، بس المرة دي مش في المغرب، المرة دي في مصر. ففي شاب خرج يسعى على أكل عيشه وما كانش عارف إن نهايته قربت، ووقع في بير كبير من يومين في نص الليل، وفي لمح البصر كل زمايله عرفوا بالموضوع، ولما حاولوا ينقذوه الحبل اتقطع ودراعه اتكسر، وفي النهاية مات. في الساعات اللي فاتت السوشيال ميديا كانت مقلوبة، وده بسبب خبر وفاة مزارع بسيط اسمه طه، ابن قبيلة الجوازي التابعة للقبائل العربية، وعايش في قرية عزاقة بمحافظة المنيا. كان ماشي بعد الفطار وفجأة لقى نفسه وقع في بير قديم على عمق 32 متر وقطره 70 سنتي. اللي حصل إن طه كان قاعد مع أهله، وبعد ما فطروا قال لهم إنه رايح يعمل مكالمة وخرج برا البيت، وهو ماشي ما خدش باله من الحفرة فوقع فيها. الحفرة دي كانت معمولة علشان تطلع مية على أساس إنها بير، لكن ما طلعتش مية، فغطوها علشان تكون ظاهرة للناس. وأول لما وقع في الحفرة أهله حاولوا ينقذوه لمدة 5 ساعات، ورموله حبل علشان يسحبوه من الحفرة، بس قال لهم إن دراعه اتكسر، وأول لما مسك الحبل وبيشدوه لفوق اتقطع الحبل فوقع مرة تانية جوه البير، والتراب وقع عليه وغطاه، ومن وقتها بيحاولوا يطلعوه بمساعدة الأهالي لكنهم ما عرفوش. ولما ما لقوش فايدة الأهالي بلغوا الشرطة بوقوع شاب اسمه طه محمد عبد العزيز، 42 سنة ومتجوز وعنده طفل صغير، في بير عمقه 23 متر. حضرت قوات الشرطة ومعاهم قوات الإنقاذ، ونزلوا كاميرات تصوير حراري وكشافات علشان يرصدوا مكانه، ولوادر علشان يعملوا حفر حوالين البير وينتشلوا جثمانه بعد ما فارق الحياة نتيجة اختناقه في قاع البير الرملي. وكتير جداً ربط بين اللي حصل لطه وبين الولد المغربي ريان اللي رحل من شهور عن دنيتنا بنفس الطريقة، الطفل المسكين اللي كان ماشي وفجأة وقع في بير عميق. وساعتها بدأت الدولة تتحرك ولقوا أغلب الحلول هتعرض حياة الطفل للخطر، وسط توقعاتهم ورصدهم إنه حي، ووسط اهتمام إعلامي وتعاطف عالمي. وكان وقتها العملية معقدة جداً، فرق الإنقاذ في المغرب بتقوم بعمل بطولي لأن القصة ما كانتش معدات وأدوات. الرعب من حدوث انهيارات أرضية وحالات إغماء بين طاقم الإنقاذ، وده حصل بسبب نقص الأكسجين، وكانوا في حالة سباق مع الزمن. وفي آخر تحديث بقى يفصلهم عن الطفل ريان مترين، يعني تم حفر حوالي 30 متر تحت الأرض، لكن للأسف لما وصلوا للطفل لقوه فارق الحياة. وانتهت القصة. نفس الكلام مع الشاب طه اللي بدأت من ساعات قوات الإنقاذ تكثف جهودها في الحفر لانتشال جثمانه اللي لحد دلوقتي ملوش أثر. فاللهم كما أخرجت يوسف من غيابات الجب ونجيت يونس من بطن الحوت، اخرج الشاب طه محمد من البئر.